اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم اخوان، تحية حب واحترام من كل شخص يتابع الفيديو. حلقة جديدة راح نشوفكم اللي جبنة. جبت للبيضات ما شاء الله، هذا بالوجه. ليش تسكت انت؟ ليش تسكت؟ خلينا نشوف هذا شنو. هذا فرخ جاوة طالع واحد هنا فوق الأشهر. جبت هاي حتى نخلص، لان عندي فوق 30 بيضه اكثر. فجبت هاي كرك اشتريت البارحه وقسمت نص هنا ونص هنا. هسه هاي نايمه هنا، تبنات وترتيبات وصندوق. وهذا الديج مدلل هسه محروم، فكركنا نص هنا ونص هنا. خليت هنا اكثر لان هاي كبيره، مو مثل الكوجين. الكوجين يصير حجمه اصغر من هاي. شنو وضعك؟ هاي السناجب، هذا واحد وهذا واحد، وهذا يجعر ويعني تحملونه. شو تسوي بعد؟ هاي امر واقع وتحملونه، يعني هي حسبه ايام ويسكت هذا بعد. خلي اشوف ذاك العش، لان لقيت الملكي نازل. هاي الافراخ واحد من ملكيات لقيته نازل بالقاع. خلي اشوف هنبل اثنين موجودات لا واحد. هذا العيب لا 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 تطلع، لا تطلع، طلع بقى. هذا واحد طلع، هذا واحد ثاني جوا منه مبين. واحد هسه خاف منين؟ مو نزل جوا، مو مشكلة هسه نصعده. هذا هو نزل جوا باعوله. هذا حجمه زين، اصغر يعني اكبر من ذاك. ذاك كلش، ذاك كان هناك كلش اصغر وبعد من يمه، ولقيته نازل صعدته. هسه هذا ممكن يبقى بالقاع عادي يعني. الكوكتيل كلش مؤدبين كلش، يعني شو ما اعرف يعني، لان ما متعودين عليه الجو. شويه شو احسهم يعني منفوخين هيك، ما اعرف نعسانين والله ما ادري. الراش والله لو طبين جو تلقطش البلاب الا تبلعش بلع. ما هاي الفراش كلش حلو، اكو حجم اكبر من هذا. هذا الفرخ اللي الجاوة جاي يصيح لامه. والله هذا ابوه يمكن المعسل. هذا العسلي المعسل، شنو هذا العسلي؟ باعه الفترة. خلينا هذا اللي مال القصب، باع شلون لافاته، باع شلون لافينه. هذا مال القصب، هاي دخلاته بهذا العش مال البنادس. هذا ولا فينا بعد فراشات يد مطيات جماليه باع. هسه هاي الامايه وهاي الافراخ باعوا. طبعا هذا تشيس كامل بل بدينار يمكن وبيلاصق. هذا وين يوديه؟ ذبه جوا حتى يبدون يلفون عشاش. هاي جاي تلف عش. هاي الكنارة، هاي البلاوبل هم جاي تلف عشاش. الديش طلعناه شوية خلي يلعب خطية، لأن محبوس ويا ذيك وذيك نايمة، وأريد أشوفه يسوي شي الهاية لو ما يسوي شي. هاي نايمة بالعش مالتها، بيضات جواها. وهذا ساعة يم هاي وساعة يم هاي. بس خلي نشوف شنو يسوي. والله قام صيح باع ما تقبل. ها ولك. بس اخوان هو صاير كلش يعني، بس واحد يدخل للحديقة يهجم عليه. قامت باعه، خافت من يمه يمكن. هاي الجديدة قبل نامت ما شاء الله على البيضات.
احنا 30 بيضة تقريبا هيجي، فقسمناها نص هنا ونص هنا. هاي خلينا مو بالنص، هاي خلينا اكثر، هاي السوداء، يعني هي دجاجة عربية هاي تعتبر، وتكون اكبر حجما من هاي الكوجن. وهذا هذا الجسم طلعينه هسه يلعب بالحديقة، طبعا ما بي تأثير على الطيور، بس مو معناته يخلونه بالحديقة، لا انا اراقبهم يعني، بس من انا متواجد بالحديقة افتح الديج حتى يطلع، خاف يعني ها منا سوي له حركة مو حلوة قبل ارجع اعزله. اليوم هدوء، هذا نايم المدلول، نايم المدلول حلوة نومته، شوف شلون نايم عوج رقبته باع، ما ادري هو اليوم حتى ما اكل، ما اكل يعني قوة وكلته، ما ادري شوي هسه نايم، خلوه يعني ساكت احسن ما يصيح. هذول الكوكتيل الاخوان شوفوهم مؤدبين حبابين، يعني ينزلون ياكلون يشربون يصعدون هنا، يصعدون بالاغصان، نهائيا ما بيهم اذيه لحد الان، طبعا هم من معاكيف المناقير وشغلتهم شويه واقفه، بس لحد الان ما بيهم اذيه نهائيا يعني. مع ذلك انا فاتحهم بالحديقه حتى يتعودون على الجو هذا، بعدين نسوي نشوفهم يعني زينين يعني هنا ما بيهم اذيه على الاشجار والطيور نخليهم، لا والله بيهم ولو 1% اذيه ندخلهم بالخانه ونسوي لهم مكان مرتب ومعزول ويبقون به. الخطيه ذولا الشتاء كله يعني تقريبا ما توصلهم شمس، هسه باع شلون واقف يشمس، هذا سنجاب وهاي جوا نايمه، وهذا يشمسون ياكلون وهذا يلعبون وهذا عشهم موجود يعني. هسه تدخل شمس هنا وانا ما راح اغطيهم يعني، مبدئيا لحد الان الشمس زينه، لان عندي هاي الاشجار فوق ما شاء الله، هاي التينة هم يرادها تقليم هسه حتى بعد تدخل شمس اكثر، وما شقنا المشبج يعني، تقدرون اي شيء تزرعونه للي يسألون على الزرع الاخوة، اي شيء تقدرون تزرعونه ازرعوه حسب ذوقكم، ما عدا قلنا النخيل النخل ما يصير ينزرع. ليش ما يصير ينزرع؟ لان من يعلي يوصل مكان عالي بعد ما يتقلم، هذا يعني مستحيل يتقلم. مع ذلك هسه اكو نخل يعني اللي يحبون النخل بالمحمية، اكو هذا القزمي نخل كأنما هو طبيعي عادي بس هو قزمي، اكو السايكس همه اكو غيره، بس النخل العادي لا ما يصير، هاي الفقرة الوحيدة. وشغلة ثانية الموز، الموز هم ما يتقلم، ومع ذلك اكو موز قزمي همين، هم اكو نوعية قزمي، يعني لان شغلتي ما يصير هنا بالمحمية. اما باقي النباتات شي تحب تزرع زرع، ظلي نبات عادي شمسي يحب يعني اي شيء يعني، مع مراعاة طبعا، اذا نبات ظلي تخلونه بالزوايا الظلية، اذا نبات يحب شمس تخلونه بالمكان المشمس يعني هيج. يعني هذا الياس، شوف هذا الياس، وهذا الياس طبيعي يعني يتحمل يعني مكانه شمس، بس انا زارع هنا بمكان تقريبا ظل، والشتاء كله ما يوصله ولا شويه شمس، بس ضوء يعني ضوء طبيعي، فهو عايش يعني ومقاوم وهذا. بس هي النباتات من تكبر تتعود يعني على بيئتها الجديده، فالفضل لله عز وجل. ها شوفوا النباتات هسه، انا هاي لو ما النباتات ممكن ان الشمس تصقع بيهم صقع وماتوا، بس هاي النباتات من فوق مظلله، وشوفوا ذيك هم ذاك يوم قلمناها وهسه رجعت صعدت من جديد. حد الاخوه يسال، طبعا اليوم الحلقه يعني اغلبيتها اجابه على الاسئله، لان احنا تعودنا بكل نهايه اسبوع نسوي حلقه عن الاجابه عن الاسئله، وجمعه مباركه عليكم. احد الاخوه يسال يقول شنو فائده العزل؟ ليش تسوي عزل وانت عندك محميه كبيره وهاي المساحه كلها واجواءك حلوه وكذا، ليش تسوي خانات عزل؟ هسه مثل هاي سنجاب
مثل هاي مثل هاي مثل ذني ذني اثنين بيهن. ليش تسوى عزل؟ عزل لان بعض الطيور ما ترحم، يعني صديقي ما ترحم، يعني مثل معاكي في المناقير ما ترحم. انا ارغب اربيهن، مثل اكو نوع معين من الطيور معاكي في المناقير ما ترحم هنا بالحديقه، ينتفون اوراق الاشجار، يدخلون على الاعشاش يخربوها، يقتلون الافراخ، يعني هيك هاي طبيعتهم هيك. فش نسوي حتى ما ننحرم من تربيه هيك نوع من الطيور؟ نسوي خانات ونربيهم بداخل الخانات. هسه انا عندي سنجاب، هذا كنت اتمنى اربي السنجاب، بس هو من المؤكد السنجاب ما يرهم بالحديقه لانه دمار، يعني حقيقه دمار يعني. فسويت له خانه كبيره، هاي كلش كبيره وضعوها، محميه مصغره يعني نقدر نسميها، وربيتها بيها وما بي كل اذيه. هاي فقره، يعني الفقره الثانيه قلنا المعاكف المناقير نربيهم خانتهم كوخهم، مع ذلك انا بين فتره وفتره افتحهم، يعني افتحهم بالمحميه ويبدون. شوف هسه هذا طير حبه، هذا طير حب تركيبات، هذا يعني مكانه خانة، بس أنا طالقة بالمحمية. ليش يتحرك جنحه كذا؟ هاي الكوكتيل هم قبالك، هذول هم يرهمون، بس نخليهم هنا بين فترة وفترة افتحهم، يعني يحركون جنحهم يلعبون بالحديقة، بالتالي رجعهم يعني مكانهم الأساسي. بعد شنو؟ يعني بعض الانتاج من الطيور، يعني مثل الحمام الملكي على سبيل المثال، الحمام الملكي افراخه بنتكبر وتنفطم، شو اسوي؟ اعزلهم بخانه، خانه كبيره مثل اللي مسوي هناني، هاي اعزلهم بخانه، خانه كبيره يعني، وبس ينفطمون يعني مو قبل. ليش اعزلهم؟ حتى شوكت ما اريد اطلعهم وابيعهم وهذا، ما انشلع قلبي بلزمهم وهذا. وفقرة ثانية يعني بس يكبر هذا شوية بعد ما ينعرف، ما تنعرف الأمهات من البنات يعني تيه زين. فهاي فائدة الخانات. وأي طير جديد ممكن أنت تريد تجيبه للمحمية، خاف بي مرض، خاف بي كذا، تخليه بالخانة يستقر وضعه هذا، وبعدين تفتحه بالحديقة. فالخانات كلش مهمة بالمحمية، خانات مرتبة يعني وحجمها كبير يعني مو صغير، مو مثل الأقفاص اللي جاي تنباع يعني، لا خانة شوي خشب مرتبة ومكانها مش مزين، وتربي بيها اللي الطيور اللي ما ترحم إن شاء الله. زين الفرخات، هذا العش ما طير الحر بأفراخ ثلاثة، ليك الوجبة طلع الاثنين هسه ثلاثة ما شاء الله. سمعت صوتين ومخبوصات، قلت خلينا نشوف شنو وضعهم. ثلاثة بي تفاحة نص لي ونص الكم، بالعافية. قعدت نعيما، صباح الخير. قعد وقعدت مشاكله وياه والله اخوان. البارحة واليوم شو وضعه ما عاجبني، صباح العصر يعني مو الصبح، الصبح كان ممتاز بس العصر يعني وضعه ما عجبني. اليوم كلش مخنشر ونايم، لقيته نايم هنا فوق هذا الغصن، لقيته نايم معوج، رقبته هيك رجعته هنا وكلته ورجعته هم نام. هسه قاعد شويه نشنش بعد ما وكلنا صدر مال دجاج كامل. يلا استعدل، بس هو شاكل ما يبين بي يعني. تعال هاي التفاحه، تعال يلا راح يعزم. اعطيها الدجاجة كذي تاكل. خلينا نقرب لها الاكل يمها، خاف ما تقوم. خلي اشوفها تقوم بالله. هذا العش، هذا العش، اي هذا العش السمائي. شوفوا هذا ما تجاوى طبعا، باش لقيت بالباب، لقيته مسدود، لقيته مسدود باش لقيت.
لقيت هاي كلينسة كاملة لفاتها ومخلياتها بالباب، وزود الباب زي ما ميتات الافراخ. وعشان يعزم باب والله كريم. شوفوا طيرها، اجي مع شو طيرها. هاي الخباثة اللي نسولف عليها راح يفلش العش كله. باه لا حول الله، قامت حتى ما عندش مقاومة. عشان شمالتها للنص فوق قسمتهم طبعا. هاي البلبل شلون ياكل؟ هاي البنادس كلها تمت عليه. باه كل زين لهم هاي الفواكه. احد الاخوة ايضا يسأل يقول شنو هاي الخبطة اللي تسويها مع الاكل الثابت؟ مو تقول لك الثابت، شنو هو الاكل الثابت وشنو المتغير؟ ويسأل على الغذاء، غذاء هاي الطيور وشون نعلمها على الاكل وشون كذا. يقول انا اعطيهم مثلا بيض سلق ما ياكلونه، اعطيهم نوع معين من الاكل ما ياكلونه، شون نعودهم؟ طبعا بداية الاكل الثابت اللي هو بالمأكليات، سواء المأكليات هاي اللي انا سويتها او هاي المأكليات جاهزة اللي تنباع البلاستيك. الاكل هو مخلوط، اول شيء الدخن. الدخن كل الطيور تاكله، حتى البلبل انا اشوفه ياكل دخن. ثانيا المخلوط الناعم مال الحمام، يعني هاي المخلوط بس الناعم مو الخشنة، الناعم. وبالإضافة إلى ذلك كمية من البلت، هذا البروتين مال الدجاج الناعم، هاي كمية قليلة يعني. وأكل الكناري هم من كمية قليلة، بس أنا أكل الكناري يعني مو دائما أنطيه خبطة وياه، مو دائما يعني، هيك بالصدف يعني، يعني ما متعود عليه دائما، معودهم على هذا الأكل الكناري. ليش؟ لأن غالي وهم ما عندهم مشكلة بالأكل يعني. هذا اكل ثابت يبقى يعني على مدار اليوم يعني. انا المأكلية هاي شي 8 كيلوات تقريبا، وهاي المأكلية بلاستيك هم شيل هواية شيل يعني ما شاء الله. فهذا يبقى الاكل ثابت ما يتغير يعني، اللي هي خلطة كاملة يعني الدخن مع مخلوط مخلوط الحمام الناعم مع البروتين مال دجاج البلت يسمونه. مرات يعني اسوي لهم انا يعني، بس مو دائما يعني، حمص ما حمص هاي الشغلات، واطحنها بالجاروشه. هسه حديثا سويت، كنت اعطيهم خبز انا حديثا، سويت هاي المجراشه وقمت اطحن لهم خبز يعني. ما شاء الله كلش يحبونه وكل الطيور تاكله يعني، يلهمونه لهم، ما عندهم بي مشكله يعني. هذا الموبايل، هذا الايفون، من يحمي يقوم التصوير مالته يضعف. ها فكلهم ياكلون هذا الخبز. الاكل المتغير شنو؟ فواكه، هذا الاكل اللي يبقى من البيت نعطيهم فريد. يعني هاي الفواكه، الخضروات بصوره عامه، التمن الما تمن، كل شيء نعطيهم. شكو شيء يبقى من الصينيه مال البيت نعطيه لهم. ما شاء الله طلع صوته، بديت اشتاق له هذا الصقر، صوته ما يطلع. هذا صار من الصبح لهسه ماكو ما اسمع صوته زين. فهذا الاكل اللي نعطيه لهم يعني. بالاضافه الى ذلك هم ياكلون هاي التراب والاملاح من الحائط، شغلات من القاع ياكلوها، فما عندهم مشكله بموضوع الغذاء. هواي اخوه كذلك يسالون على الامراض وشنو علاجاتها وشلون نعطيهم مقويات وهالتفاصيل يعني. طبعا انا المقويات والمحفزات يعني، انا يعني بصوره عامه متخذ قاعده وماشي عليها، اللي هي الوقايه خير من الف علاج زين. ما استخدم ولا علاج ولا مكمل ولا بطيخ ولا هالسوالف زين. يعني حتى الثوم، هذا الثوم والحلبه وما اعرف شنو ذني،
هاي ما انطيهم دائما يعني، وين يلا اعطيهم فصلهم بالمي مثلا هيك يعني. من اشوف الطيور وضعها يعني وضعها شويه مو تمام، وما صارت عندي نهائيا مره واحده بس بنوع واحد من الطيور، وانطيت هيك فصلهم بالمي ونقعته بالليل رفعت المي. بس هو المفروض انا انطيهم يعني انطيهم هاي ترفع المناعه وتجهز الطيور من وقت، وهواي فوائد بيها زين. فموضوع الامراض يعني المفروض احنا من طير يتمرض نسال الطبيب المختص، تعب على نفسه ويعرف العلاج شنو. اما هاي الادويه البشريه يعني وان كانت تجدي نفعا بس هي يعني شو انا ما مقتنع بها حسب قناعه المربي زين. فأنا موضوع الأمراض الحمد لله والشكر يعني ما عندي أمراض نهائيا يعني نهائيا الحمد لله والشكر، فضل بالله بالدرجة الأولى لله عز وجل، وثانيا للطريقة اللي متبعة. ما في اليوم شفنا عصفور بالشارع مريض، ولا شفنا حمام ملك حمام هالعادي الفخاتي شوية منفوخ وكذا، ما شفنا هاي الشغلات. وإذا أحد شاف طير مريض بالجو المفتوح خلي يقول لي يعني، أو بالبستان أو بالحديقة، شو ماكو أمراض يعني. ليش؟ لأن الهواء والجو طبيعي، بينما غذائهم مو مثل هذا الغذاء، هذا الغذاء يعني متوفر بكميات وهذا زين. أمراض ماكو الحمد لله والشكر. استغرب أنا من واحد بالمحمية يقول أنا عندي أمراض، أكيد يجي هذا المرض بسبب هذا النايلون اللي يشدونه للمحميات. يعني هسه انا هاي وضعي انا بخوما، هي التجربه هي تحكي يعني، انا ما حاجه اقول ولا حاجه احكي. شفتوا الشتاء شلون مر علينا، وهواي اخوه بالصيف بالشتاء شلون الامطار شلون البروده شلون، احنا بالبيت وما خلصانين من الامراض وصوبات وكذا، انت شلون مخليهم بهاي الجو الثلجي ذيك الايام؟ لا غلفت ولا شديت نايلون ولا عبت، خليهم على طبيعتهم، لان هاي الطيور بالاساس هي بالطبيعه، احنا جبناها وخليناها بالاقفاص وخليناها هجناها وتربيتها بالداخل صارت، بس هي بالاساس هي وين جذورها منين؟ بالطبيعه بالغابات وبالكذا. وتعرفون الاجواء شلون متغيره عندهم هناك، ومقاومين وانتاج عندهم، لا امراض ولا تموت الافراخ ولا هذا يعني. بس حالات تصير عندي اللي هي حوادث نقدر نبوبها بخانه الحوادث. شنو حوادث؟ يعني طير يجي يتعارك ويا طير ثاني يعوره بعينه، او بقايه تقصه بعينه، هاي مو امراض، هاي ما لها علاقه بالموضوع زين، ولا لها علاقة برفع المناعة ومناعة الطير وكذا، ما لها علاقة. أو يضرب المشبك أو يوقع من فوق عالي من مكان عالي ويشكل رجله، هاي حوادث يعني تصير بس نادرة يعني زين. أما موضوع أمراض هاي الشغلات ما عندي الحمد لله والشكر، وأهل المحميات المفتوحة يعني يقدرون يجاوبوكم نفس الوضعية، وهم ما عندهم أمراض الحمد لله والشكر. الأخوة يسأل يقول أنا يعني شنو تتربح من هاي المحمية؟ يعني هاي الفيديو بعد صار طويل، وإن شاء الله نجاوب عليه بالفيديو الجاي، يعني فيديو تفصيلي وشلون نربح من هاي، يعني خليه فيديو منعزل إن شاء الله. بالفيديو القادم راح أجاوب على هذا الموضوع، شنو تستفاد من الطيور وشنو هاي الطريقة وإنتاجهم قوي لو مو قوي وشلون تبيع وهالتفاصيل يعني. وليش سويت محمية يعني هذا الموضوع إن شاء الله فيديو منعزل نسويه بالفيديو القادم، وتحياتي للجميع.